يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الفقراء في بلادنا من جنسيات أخرى ويستحقون الزكاة أو الصدقات. يقول هناك بعض الفقراء في بلادنا من جنسيات أخرى يستحقون الزكاة والصدقات، ولكني سمعت أن عقائد بعضهم أشعرية والبعض منهم عنده تصوف. السؤال: هل يلزمني سؤالهم عن عقائدهم قبل إعطائهم؟ أحسن الظن بهم ما لم يظهر منهم شيء أو تسمع منهم شيء، وهم يصلون ويصومون وهم فقراء، أعطهم ولا تسألهم عن عقائدهم إلا إذا ظهر منهم شيء، إذا ظهر منهم شيء يقتضي الكفر والشرك. أما ما داموا عصاة أو عندهم نوع من الخطأ فلا يمنع هذا إعطاءهم الزكاة. نعم.